المشاهد التالية لتمثالين تدمريين في المعهد العالي للصيانة والترميم في روما، حيث ينهي المختصون في ترميم الأثار هناك عملية ترميمهم لإعادتهم إلى سوريا. سيعودان إلى تدمر عندما تصبح تدمر مكانا آمنا من جديد. ما أرادت إيطاليا القيام به استثنائي، ربما هما التحفتان الوحيدتان اللتان خرجتا من مناطق النزاع من دون المرور بحلقة تهريب الأعمال الفنية. كان الرأس محطما بمطرقة، ما تسبب بشقوق واضحة كما ترون هناك. ثمة قطع كانت مفصولة، إنما كان من السهل إعادتها إلى مكانها باستثناء الأجزاء المفقودة بطبيعة الحال. مديرية الأثار والمتاحف السورية بيّنت أن الخبراء الإيطاليين استخدموا قبل الشروع بالترميم المسح الليزري لمسح الوجوه المحطمة، ومن ثم تشكيل قطع من الراتينج، وهي إفراز عضوي نباتي بواسطة الطابعات ثلاثية الأبعاد لتحل محل الأجزاء المفقودة من الحجر الأصلي والتي فقدت أثناء تحطيم إرهابيي داعش للتماثيل. يذكر أن مديرية الأثار والمتاحف سترسل ممثلين رسميين عنها إلى روما نهاية الشهر الجاري لاستعادة التمثالين والعودة بهما إلى دمشق ليحفظا في مكان آمن.